إقبالا من جانب المواطنين هي محافظة الإسكندرية، ومحافظ الإسكندرية كان قد تفقد ويستمر في تفقد المحافظات أو اللجان المختلفة داخل محافظة الإسكندرية، وكنا قد أجرينا معه بعض اللقاءات أو تابعنا ما قام به خلال تفقده هذه اللجان. نتابع المحافظة الأكثر إقبالا بين المحافظات الأربعة عشرة حتى الآن هي محافظة الإسكندرية، ماذا يدور أو كان يدور خلال الدقائق الماضية من هناك؟ احنا دورنا يعني المحافظه بتنحصر في تامين المقر الانتخابيه وتوفيرها وتجهيزها زي ما حضرتك شفتي النهارده كده في المكان، وطبعا الاماكن المخصصه للحراسه والامنيه بالاضافه الى اماكن للقضاه والمستشارين اللي شرفونا عشان يشرفوا على الانتخابات. فالحمد لله كل ده تم وتنسيق كامل، وحتى الطوارئ احنا مستعدين لها لو في ظروف سواء انقطاع كهرباء او اي مشاكل بنيه تحتيه، فهي فرق الاستعداد موجوده وغرف العمليات حقيقه شغاله، بالاضافه الى فيديو كونفرنس مرتبط بالوزارات المختلفه عشان حركه سريعه جدا، وكمان في كاميرات بتصور وتبعت الصور. فالحقيقه الاستعداد كويس قوي، بس انا اتمنى ان الناس تنزل اكتر من كده شويه. اعتقد اللجنه اللي احنا فيها دي بالذات في 11,000 منتخب هيجوها او المفروض ان هم يجوها، فاتمنى بس انه طبعا بنعتقد ان احنا اول يوم الناس لسه بتدرس امورها، اللي في الشغل طبعا بيحاول يخلص شغله، دول هينزلوا ان شاء الله بعد الظهر. فبس دعوتي طبعا في التلفزيون من خلال شاشه حضرتك ان احنا يعني انزلوا انتخبوا، دي فرصه الحقيقه الاخيره، المرحله الاخيره من الانتخابات، اعتقد الاولى والثانيه الحمد لله تمت بنجاح، ودي المرحله الاخيره اللي هي بعد كده ما يكونش في حجه لاي مواطن ويقول ليه وفين، فده يكون الحقيقه الاستحقاق الاخير. هي غرفه العمليات موجوده في مقر مديريه الاسكان، هي مجهزه بالكامل بشاشات وموجود فيها الفريق العمل كله بتليفونات ومولدات كهرباء و فالحقيقه وعربيات اسعاف، كل حاجه منظمه الحمد لله مع المديريات المختلفه، بالاضافه الى المستشفيات الموجوده بجنب المقر الانتخابيه لاستقبال اي حاله هبوط مفاجئ في يعني اي مشاكل صحيه، وطبعا في اماكن كمان فيها كراسي للمعاقين عشان صعوبه الدخول والخروج منها. نعم، كانت هذه بعض اللقطات من لقاء مع محافظ الإسكندرية في لقاء خاص في أثناء تفقده للمحافظات أو للجان المختلفة داخل محافظة الإسكندرية، وهو أيضا دعا الناخبين إلى التوافد ويتمنى أن يكون التوافد بشكل أكثر. معنا هاتفيا